أعلنت وسائل إعلام تابعة للميليشيا الحوثية إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنت 6 غارات على محافظة الحديدة الساحلية. وقالت الوسائل الإعلامية الحوثية إن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني استهدف ب6 غارات مطار الحديدة الدولي. وكان المتحدث العسكري باسم الميليشيا الحوثية قد أعلن يوم أمس إسقاط طيارة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 فوق محافظة البيضاء. Thank you.